نافع العلاني الى حد الان على شكون تلوم، على روحك ولا على الناس؟ بالنسبه لاسمك اللي نجم نقول من غير يعني مبالغه، علاش لتوا ماكش معروف في تونس بالقدا؟ صحه الراس نتاعي. كيفاش صحه الراس نتاعي؟ لاني الحاجه عامل لروحك سابوتاج، انت معناها لا سابوتاج. صحه الراس هو الحاجه اللي نؤمن بها، هي لازمني نمشي فيها. بون يكون توا فقت ان شاء الله ما تكونش فقت المغرب. بركه في قتلوا معناها ما تلاقيناش قبل بورتون قداش من عام. ان شاء الله من توا معناها دورينا. حتى مره ما سمعت باسمه؟ لا قال لي تكلمنا يمكن مرتين في التليفون خاطر كلموني برشا فنانينكم. هو اسمه مازال ماهوش معروف، معناها ماهوش من النوع اللي يوصل مثلا ولا وصل لي سي دي ولا وصلني اعماله ولا ما وصلني حتى شيء. ايوه دونك كما قلت لك انا توا معناها مش نغير في المنهج كما تحب. داكور، انت توا تعتبر متفرغ للفن تماما ولا عندك مهنه اخرى؟ لا متفرغ للفن. عندك علاقه بالنقابه نتاع الفنانين؟ بالطبيعه المطربين المحترفين من اول الناس متأسد. اللي متأسد من 2010 قداش 2006 هذول 2000. باهي كنقول لك في اللايف تويكا وانت جبت العود يعطيك الصحه اغنيه تعبر عليك على الاخر. بحبك 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 وبعرف مش إلي انت. لا لا وراح ضل حبك وين ما كنت، واقدم لك بشوقي وحنين، وايدي لو غير ايدي بايدك احضنت. يمكن تروحي عن كان بعيد وتنسي قلبي في دقته وسكنتي، ويمكن ما تشوفك وقت ما بريد من بعد ما الايام زينت لك مصعب الفرقه بلا تمهيد. يا ريت منها ما تمكنتي، كيف لك قلب على القهر والتشريد، وكيف تقسيتي بعد ما لمت، وحياة ملقاك اللي مثل العيد اللي فيه كل العمر جننتي، رح ضل طيرك الغريب.